لأول مرة في الشرق الأوسط وبهدف وضع الأردن على الخارطة الطبية العالمية، تم افتتاح مختبر الجراحات الميكروسكوبية بجامعة العلوم التطبيقية. نتحدث أكثر عن أهمية هذا المختبر بالنسبة للأردن، للوطن العربي وأيضا للشرق الأوسط. ابتداء بدنا نرحب ونصبح بالأستاذ الدكتور إبراهيم صبيح، مستشار جراحة الدماغ والأعصاب ومدير مختبر الجراحات الميكروسكوبية. أهلا وسهلا فيك، شرفنا. شكرا. وأيضا نرحب ونصبح على سعادة النائب الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة، نائب رئيس مجلس الأمناء في جامعة العلوم التطبيقية وطبعا نائب في البرلمان الأردني. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. وجهودكم مشكورة، يعطيكم العافية. شكرا. أهلا وسهلا فيكم. بحب أبدأ معك دكتور إبراهيم، بنحب نعرف من حضرتك كيف بيخدم هذا المختبر الجديد الطب في الشرق الأوسط وأيضا في الأردن. طبعا حقيقة بديش أبدأ من المختبر، بدي أخذ الموضوع لقبل ذلك. الأردن دولة متقدمة علميا من زمان، ما بصير ناخذ الحدث هذا انه اجى فجاه، هو جاء بناء على شغلات سابقه. صحيح. اذكر انه جراحه الدماغ والاعصاب مثلا بدات في الاردن سنه 1964. احنا من اوائل الدول فيها جراحه دماغ واعصاب. احنا من اوائل الدول صار فيها زراعه كلى سنه 72، اول دوله سوت عمليه قلب مفتوح سنه 73، اول دوله عملت زراعه قلب سنه 1985، اي في اف بيبي اطفال الانابيب، اول طفل انابيب في المنطقه في 87. صحيح. اول جهاز جاما نايف جبناه في مستشفى ابن الهيثم، وهكذا. فاحنا ذا فيرست من زمان حقيقه. واذا كنا اليوم بنقدم هذا الانجاز فنحن نقف على اكتاف الناس اللي سبقونا واعطوا وحطوا الاردن على الخارطه الطبيه. المختبر بكل بساطه هو يعني تجسيد للتقدم العلمي في جراحه الدماغ والاعصاب. احنا الاوائل بدون شك. كثير من الناس من يتبجح انه الاول او ان هذا اول عمليه في الشرق الاوسط، هذا المختبر هو اول مختبر في الشرق الاوسط، لا يوجد مثله اطلاقا. يستطيع اي احد يخش على جوجل ويبحث عن مايكرو اناتومي كاديفيرك لاب، مش موجود الا في الجامعه التطبيقيه. شو هذا المختبر؟ هو عباره عن مكان ندرب فيه الاطباء على كيفية إجراء العمليات الميكروسكوبية الجراحية. الجراحة الميكروسكوبية الآن هي السائدة، لا توجد جراحة بالعين المجردة، خلاص انتهت. صحيح. الميكروسكوب والإندوسكوب والشغلات هاي دخلت بشدة، فبالتالي كل عمليات الدقيقة سواء عمليات عيون ولا أنف وأذن حنجرة ولا دماغ، الميكروسكوب هو الأساس. كيف ندرب الطبيب على الميكروسكوب في إجراء عملية جراحية؟ ما معقول أجيب المتدرب المقيم أو الجراح دخلوا عندي غرفة العمليات وأدرب وأنا بشتغل على رأس مريض. طبعاً ما بصير. مريض هذا. مش ما فيه. مش للتدريب. إنما إذا أخذت هذا الطبيب المقيم وأخذته على المختبر، وهناك راح يكون في عنا أجزاء آدمية مجمدة جاي من أمريكا. يعني نتكلم على جثث بني آدم بس مجمدة. وأنا دائماً بقول الميت يعلم الحي، وهنا نقف احترام الميت الذي يعلمنا نحن الأحياء. كثير من الناس في أمريكا مشردين بموتوا في الشارع، إذا ما حدا طالب فيهم بعد شهر بيصبحوا ملكية للحكومة الأمريكية، تستطيع تبيع أجزائهم إلى المختبرات الطبية. إحنا جزء من هذا العالم المتمدن المتحضر، فبندرب الطبيب كيف يجري العملية في هذا المختبر بالضبط زي ما بدنا نجريها في غرفة العمليات، بس بدل ما أجريها على مريض بجريها في المختبر. مختبر مفتوح، هو ليس فقط لأطباء الأردن، احنا فاتحين للعالم العربي، لأنه نعرف أنه ما فيش حدا في العالم العربي، ما فيش حدا في الشرق الأوسط، لا بل هناك طلبات من دول أخرى، روسيا، أوكرانيا، إيران، دول كثيرة من حولنا تطلب أن تأتي للتدريب. دربنا هدول الأطباء ورجعوا إلى بلادهم، سوف يكونوا سفراء للأردن في بلادهم. سوف تزيد السياحة العلاجية، سوف تزيد الكفاءة الطبية، سوف تنقص الأخطاء الطبية. يعني ما فيش ليميتس لقديش هذا المختبر مهم. وهذا المختبر أقيم في جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم. أعتقد أنه يجب أن نقدر قديش القطاع الخاص ماله بيأدي دوره في رفعة الطب في الأردن. جميل، دور كبير أكيد. نعم. طيب رح أنتقل لك دكتور هيثم، رح نحكي معك أكثر بالجانب الأكاديمي. بالنسبة لوجود هذا المختبر بالأردن، كيف رح يساعد على خدمة الجامعات سواء جامعة العلوم التطبيقية أو الجامعات الأردنية الأخرى؟ كيف رح يساعدها من ناحية الخدمة وأيضا من ناحية التطور بمجال الطب والتعليم الطبي؟
هلا عشان نكون بصباح الخير على المشاهدين جميعا وعليكم، احنا بدايه لما فكرنا في موضوع المختبر كانت البدايات في مستشفى ابن الهيثم تقريبا 1996 فتم انشاؤه. اليوم مستشفى ابن الهيثم بعد 2010 تقريبا بدا يمكن اول مستشفى على مستوى الاردن والمملكه الاردنيه الهاشميه حاصل على الاكريديتيشن البريطاني، يعني بحق لاي مريض في بريطانيا او في اوروبا يتعالج بالاردن لانه عارفين انه بيخضع للموافقات البريطانيه والأكريديتيشن. هذا يعني وصلنا لمدة توصل التقدم الطبي اللي وصلت إلى المستشفيات في الأردن ومن ضمنها مستشفى ابن الهيثم. كنا نعتقد أنه بهذه المواصفات أنه نستطيع الحصول على كلية طب. هلأ كلية طب في الأردن للقطاع الخاص فقط المحروم عكس القطاع الحكومي، وكانت حجة التعليم العالي المستمرة أنه قد تسرق أو قد كفاءات من المؤسسات الحكومية وهذا بضعف من مخرجات التعليم في المؤسسات الحكومية. وكان ردنا عليهم أنه بالمقابل عندنا استعداد نقدم أي متطلبات عدم تعيين من الداخل وعندنا الكفاءات الكافية في مستشفى ابن الهيثم. بس أنا بعزي هذا الموضوع لعملية الحسد والغيرة أو يعني عشان أكون موضوعي ومنطقي ما في ما يبرره. فلما طرح الدكتور إبراهيم صبيح فكرة المختبر على مستوى الشرق الأوسط، يعني نتكلم إحنا عن مغامرة لأنه نتكلم عن مستشفى يعني عن مختبر تكلفته مع البناء ممكن توصل 4 أو 5 مليون كعوائد استثمارية، ما كانش الهدف منها عائد استثماري بقدر ما هو عائد معنوي وتأهيل لكلية الطب حتى لا تبقى لدى التعليم العالي أي حجة. لكن فعليا زي ما تفضل الدكتور إبراهيم إحنا بنطلع من مستوى إنه التدريب على المريض في غرفة عمليات لتدريب أطباء في مركز متخصص على مستوى الشرق الأوسط. لو تم استضافة أي طبيب الشركات العالمية كلها بدأت الاتصالات حاليا سترايكر وزايس ومعظم الوكالات إنه إحنا حابين يكون ترينينج سنتر لأطباء المنطقة إنه نيجي على المختبر بدل ما يعني هلا مش صعوبات التشينكينج وبعض القضايا وما شابه. فهو يعني نقلة نوعية حقيقة للتدريب على يعني جثث حقيقية بتم استورادها بالتنسيق مع وزارة الصحة وفق القوانين والأنظمة. وكلمة حق تقال يعني لولا وجود يعني بفضل الله ثم وجود دكتور متخصص، يعني مش دعاية للدكتور إبراهيم صبيح بقدر ما احنا يعني على شرفهم تم استضافة امهر طبيب على مستوى العالم لحضور المؤتمر وافتتاحه في اللقاء الجمجمي وحضر بنفسه وشافوا التجهيزات واعجبوا جدا. يعني احنا نتكلم عن شيء حقيقة على مستوى الشرق الاوسط مش على مستوى الاردن بيرفع من اسم الاردن سويتها، ومؤمنين انه هدول سفرائنا الاطباء اللي بدهم يتدربوا. بس السؤال اللي بيطرح نفسه ليش احنا ما نمنح كلية الطب مع العلم انه عدد الطلبة الاردنيين اللي بيدرسوا في اوكرانيا او في مصر تجاوزت فواتيرهم، وانا بتحدى عليها التعليم العالي 950 مليون دولار بيخرج سنويا من الاردن عملة صعبة لتدريس ابنائنا الطب في بعض مناطق في العالم بدون ذكر اسماء او الاساءة، ما بتتم مخرجات اللي احنا بنتمناها نأمل ان نوصل الها. بينما عندنا القدرة بوجود اطباء يعني مهرة سواء في مستشفى ابن الهيثم او مستشفيات اخرى حقيقة هم بي اتش دي فول بروفيسور وكانوا هم الاميز على مستوى الاردن والمنطقه يعني حلو. فحرام نخسر هاي الفرصه طبعاً. يعني اليوم الدكتور ابراهيم قال كلمه جوهريه وكلمه حق، قال احنا كملنا مسيره اللي بداوا المشوار. والله يرحم الدكتور اسحاق مرقه من الاعلام في الاعصاب حلو. ما بدنا نوصل لمستوى انه راح الاجيال الكبيره والمميزه وما دربنا وما عدينا الجيل الثاني والثالث. هاي غلطه كبرى يعني بترتكبها وجريمه ما استثمرناها جريمه حقيقه بحق التعليم العالي انه يمنع هذا التوجه والاختصاص والبوردات انها تتقدم وافتتاح كليات طب. احنا ما نقول امنحوا جهه معينه او تطبيقيه، احنا بنتحداهم كتعليم عالي. تحدي حط معاييرك وشروطك، قول 200 سرير 300 سرير مستشفى تعليمي، واحنا بنتحداهم اذا ما بنستطيع نوفرها اكثر منهم من جامعات حكوميه مع احترامي للجامعات الحكوميه لان عندنا القدره على القرار وعندنا سرعه اتخاذ القرار وعندنا التمويل وعندنا محاسبه التكاليف الدقيقه. لذلك ستستمر هاي المؤسسات وستنجح وستكبر عكس ما بيقولوا عنها انها ربحيه وماديه. اكيد وكله في مصلحه ايضا الطب يعني والتطور الطبي ايضا في مصلحه الناس صح وفي مصلحه الناس يعني في تقرير معنا رح نتعرف منه أكثر على المختبر، بنشوفه مع بعض لزميلنا أيمن الحمود وبنرجع نكمل حديثنا معكم بالاستديو إن شاء افتتاح مختبر الجراحات الميكروسكوبية في جامعة العلوم التطبيقية
تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين، مقر المختبر تحديداً في جامعة العلوم التطبيقية كلية التمريض، وهو أول مختبر لجراحة الدماغ وقاع الجمجمة، وكذلك الجراحات الميكروسكوبية في مختلف التخصصات الطبية المنبثقة. عن ذلك، هذا المختبر المميز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. المختبر الذي تم افتتاحه من قبل وزير الصحة الدكتور علي حياصات يسهم بوضع الأردن على الخارطة الطبية العالمية في مجال التعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى أن وجود المركز سينعكس إيجابياً على الممارسة الطبية السليمة في الأردن والعالم العربي أيضاً، واستقطاب الأطباء المتدربين من جميع أقطار الشرق الأوسط. يأتي افتتاح هذا المختبر، مختبر الجراحات الدقيقة في جامعة في الجامعة التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية، حقيقة ذو أهمية كبرى، أولاً لغايات التدريب، خاصة أنه الجراحات الدقيقة تتطلب تدريب كبير للأطباء، وهذا يختلف كونه أنه يتم التدريب على شيء حقيقي، على جثث حقيقية، فهذا التدريب بيعطي تميز للطبيب بالإجراءات الطبية، يقوم بالعمل قبل أن يتدرب على المرضى والأحياء. هذا حقيقة إنجاز بعتقد أنه بالأردن تميزت فيه، وبعتقد على صعيد المنطقة هذا المختبر افتتاحه هو تميز لنا وتميز للقطاع الصحي الذي هو أصلا يشار له بالبنان في الأردن لتميزه ولخبرة أطباء. لقد أصبحت المختبرات التشريحية الميكروسكوبية جزءاً أساسياً من عملية التعليم الطبي المستمرة في كافة الدول المتقدمة علمياً وجراحياً في مجال الدماغ والأعصاب، والتي كانت خصوصاً خلال السنوات الماضية مضمون يستوجب الدقة على المستويات المحلية والعربية والعالمية، حيث لا يسمح للطبيب بالدخول إلى غرف العمليات إلا بعد التدريب في مختبرات متخصصة ومتقدمة. احنا نريد خلق جيل من الأطباء يعرف بالضبط كيف يجري العملية، بدل أن يتدرب على رأس مريض أثناء العملية يتدرب في هذا المختبر لإجراء العملية بنفس الظروف ونفس المواصفات. فاحنا عندنا مختبر على مستوى عالمي من الدقة ومن الأبحاث، والعالم كله الحقيقة ينظر إلينا بغبطة وسعادة أن احنا وصلنا إلى هذا المستوى. تم بناء وتجهيز المختبر بما يتماشى مع المعايير العالمية لتحقيق الفائدة المرجوة وتطوير التعليم الطبي المستمر والسمعة العالمية المتميزة التي ستساهم في تطوير السياحة العلاجية في الأردن. أيمن الحمود، رؤية. طيب، إذن رح نرجع لك مرة أخرى دكتور إبراهيم، يعني اللي سمعناه أكثر من مرة من خلال التقرير وأيضاً اللي تفضلتوا فيه بأنه تم بناء وتجهيز هذا المختبر بما يتماشى مع المعايير العالمية، فإذا بتقدر تحدثنا عن هاي الحيثية وأيضاً كيف رح ينعكس هذا الموضوع على صورة الأردن، مش بس على مستوى الشرق الأوسط لكن أيضاً عالمياً من ناحية السياحة التعليمية وأيضاً السياحة العلاجية. حقيقة احنا بنقول بتواضع أنه يضاهي المراكز العالمية، أنا أستطيع أن أقول وبتحدي أنه أحسن من المراكز العالمية. أنا زرت مراكز عالمية كثيرة، أن يكون لدينا هذا المركز بهذه المساحة بهذا العدد من الستيشنز حقيقة قد يعني بديش أبالغ أقول أنه قد يكون الأول في العالم. حقيقة احنا بنحكي أنه احنا بنبني على ما سبق، مستشفى ابن الهيثم واحد من 17 مركز في العالم معترف بها من الاتحاد العالمي لجراحة الدماغ والأعصاب. شو هو الاتحاد العالمي؟ وبضم كل جراحين الدماغ والأعصاب في العالم، وأنا أتشرف أن أنا نائب الرئيس لهذا الاتحاد، بضم 32,000 جراح. من خلال مركزي كنائب في الاتحاد العالمي تم قبول أنه مركزنا في مستشفى الهيثم أن يكون مركز عالمي للتدريب. مش إشي سهل أن تكوني واحد من 17 طبعاً. مركز من ألمانيا، من أمريكا، من اليابان، أن نكون ضمن هذه المجموعة المتميزة. أوريدي بدينا بتدريب الأطباء من سنة 2008، ندرب أطباء من جميع الوطن العربي ومن العالم، بيجينا زي ما حكيت طلبات من مناطق مختلفة، لأنه بتصلوا مع الاتحاد العالمي بنتدرب، بقول لهم اتجهوا لمستشفى الهيثم لأنه موجود
في المنطقة. فإحنا بنبني على ذلك. إحنا بدينا ندرب وخرجنا عشرات من الأطباء من جميع أنحاء العالم، أطباء من السودان، من العراق، من فلسطين، من السودان وهكذا. فالمختبر هو إضافة لما سبق، مش هو قفزة نوعية وأخذ ذلك إلى مستوى حقيقة عالي. مؤكد أنه هذا ينعكس بشكل هائل على الممارسة الطبية الصحيحة. احنا بدنا نقلل من الاخطاء الطبيه. صحيح. يجب ان نعترف ان هناك اخطاء طبيه. لا يجوز ان ندفن راسنا في الرمال ونقول ما فيش. في اخطاء طبيه في الاردن كما في اماكن اخرى في العالم. نريد ان نقلل من هذه الاخطاء الطبيه. وسيله التقليل انه كيف الطبيب يجري العمليه صح في غرفه المختبر بدل ما يجريها في غرفه في العمليه. صحيح. صحيح. تمام. نرجع لك دكتور هيثم، يعني المختبر هو انجاز كبير لا شك، وهو يعني لبنه ايضا من لبنات التطور الطبي الكبير اللي عم بيصير في الاردن. ما بعد هذا المختبر، خططكم المستقبلية؟ هلا حقيقة زي ما تفضلت يعني يعني ما ندر يعني نسمع كلمة السياحة التعليمية أو السياحة العلاجية اللي تفضلت فيها. لا بكل شفافية، هلا هذه الفكرة يعني السياحة العلاجية اللي دائما أنا بحكي، إذا تم إنشاء كلية طب خاص تحديدا وعندها القدرة والكفاءة أو كليتين أو ما شابه، انعكاسها على السياحة العلاجية في الأردن. أنا دائما بحكي إذا استطعنا نستقطب، يعني قد يستغرب البعض أنه عدد الطلاب المصريين اللي بدرسوا في أوكرانيا طب يفوق 5000 طالب بفيز نتكلم عن ما يقارب 25-30 ألف دولار سنوي، ما بين جامعات وأقساط وإقامة وما شابه. فوين المشكلة؟ أنه 5000 طالب من مصر أو 5000 طالب من غزة ومن فلسطين ومن دول الخليج ومن دول المنطقة، بما أن الأول بالمجال الطبي على مستوى الشرق الأوسط، لماذا لا يتم إنشاء جامعتين خاصات أو منح الجامعات اللي بتستحق وتتقدم بطلبات بكل شفافية ونزاهة، اللي بيستحق معايير تم تطبيقها؟ 10000 طالب أو 20000 طالب إذا تم استقطابهم للأردن، وما نقول والله في بطالة حيكونوا عندنا، لأنه هدول من دول مجاورة ودول المنطقة، حيكون انعكاسهم أقل ما يمكن. 30000 دولار بعشرة آلاف طالب، إحنا نتكلم عن 300 مليون دينار أو دولار ما شابه، حيدخلوا علينا كأردن كعملة صعبة وكسياحة تعليمية فقط لا غير. ناهيك عن كثير من الطلاب اللي اجوا من الخليج وكمغتربين، حتى لما اجوا تعلموا بالأردن زي ما تفضل الدكتور إبراهيم كانوا خير سفراء لنا في دولهم. صحيح. وكان كذلك اشتشراءهم لشقق في عمان وتملكهم، لأنه الأردن بفضل رب العالمين يعني يتميز بقيادته الهاشمية ويتميز بالأمن والأمان اللي وفرهم رب العالمين، ثم جلالة الملك عبد الله الهاشميين وأجهزتنا الأمنية اللي بنفتخر وبنعتز فيها. فكل مقومات النجاح موجودة، سواء البتراء، الجرش، العقبة، ولكن ينقصنا بصراحة اللمسة النهائية إن تكون حبي لمصلحة البلد والوطن، مش لكرسي وكيف أحافظ على الكرسي ومن بعد الطوفان. نعم نعم. طيب احنا ختاما نبارك لكم بوجود هذا المختبر، الف مبروك، جهودكم مشكوره، يعطيكم الف عافيه، تشرفنا بشكل كثير كبير بوجودكم معنا لليوم، وان شاء الله بتم تحقيق كل الامنيات بما يتعلق بالطب وتطور الطب بالاردن بكافه المجالات. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. شكرا لمتابعتكم دنيا يا دنيا على يوتيوب، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير لحتى تقدروا تتابعوا كل شيء جديد بدنيا يا دنيا.